يشارك وفد السلطة التشريعية في اجتماع الرابع لرؤساء برلمانات أوراسيا بمشاركة وفد من مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، ووفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والذي يعقد بجمهورية كازاخستان خلال الفترة من 23 وحتى 24 من سبتمبر 2019 تحت عنوان أوراسيا الكبرى، الحوار، الثقافة، الشراكة. ولتسليط الضوء على هذه المشاركة معنا من العاصمة الكازاخستانية سعادة النائب أحمد الأنصاري. بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا والسادة المشاهدين أكثر على هذه المشاركة؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يشارك وفد مجلس النواب برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل في الاجتماع الرابع لرئيسة برلمانات دول أوراسيا الذي يعقد في كازاخستان تحت عنوان الحوار، الثقة والشراكة، وذلك لتعزيز التقارب والشراكة بين دول أوراسيا، وكذلك لتوثيق العلاقات الثنائية وتجديدها ومد جسور التعاون لمصلحة شعوب هذه الدول في ظل التغيرات العالمية والأحداث المتسارعة ومحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة والسعي لبناء علاقات شراكة قوية مع دول أوروبا وآسيا. نعم، وقد تم عقد اجتماع اليوم. نعم، عقدنا هذا الاجتماع اليوم يعني مهمة توثيق العلاقات الثنائية وتجديدها ومد جسور التعاون المشترك لخدمة مصالح الشعوب وخلق قاعدة من التوافق حول عدد من القضايا الهامة التي يشهدها العالم حاليا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المقرر أن تلقي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيس مجلس النواب وسعادة السيد جمال محمد فخر النائب الأول رئيس مجلس الشورى كلمة يتناولون من خلالها أبرز القضايا التي يتوجب على البرلمانات التركيز عليها فيما يخص الحوار والثقة والشراكة، على اعتبار أن هذه المحاور تشكل مبادئ أساسية لحل الأزمات وتوطيد العلاقات بين الدول على الأصعدة كافة. اليوم أصبح الحوار والتعاون بين الدول الآسيوية الأوروبية مطلب استراتيجي وأساسي لتعزيز السلم والأمن في دول القارتين. هذا الاجتماع يعقد بمشاركة 65 دولة وكذلك 16 منظمة برلمانية ودولية. هذا الاجتماع سيصدر عن بيان مشترك لرؤساء البرلمانات يعكس رؤية البرلمانيين في مواصلة تنمية أوراسيا في الطريق إلى مستقبل مشترك. نعم، من كازاخستان سعادة النائب أحمد الأنصاري، شكرا جزيلا لك.